صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتتفرجوا على الفيديو الساعة كام أو إمتى في توقيت البلد اللي أنتوا فيها. أنا النهاردة هكمل الدرس الثاني باللغة العربية بالعربي، عشان زي لما قلت في أول حصة إن الغرب كلهم بيهتموا بالموسيقى قوي وبيتعلموها علشان حاجات كتير، من أهمها الذاكرة. الموسيقى بتفرق كتير قوي في الذاكرة، وبتفرق كتير قوي كمان في إحساسنا وإزاي نكون عايشين في سلام ونستخدمها في حاجات كويسة. احنا الحصة اللي فاتت اتعلمنا مفتاح صال، وتعلمنا النغمات دو ري مي فا صال لا سي دو أو زي ما قلنا دو ري مي فا صال لا سي دو أو دو ري مي فا صال لا سي دو. وعرفنا ان ده اسم السلم الموسيقي او سلم دو الكبير. في نفس الوقت اتعلمناه برضو بطريقة تانية اللي هي الدو برضو اسمها سي، ري اسمها دي، مي اسمها اي، فا اسمها اف، صال اسمها جي، لا اسمها اي، وبي اسمها سي اسمها بي، و دو اسمها سي. يبقى أنا عندي اسمها دو ري مي فا صول لا سي دو، هي نفسها سي دي اي اف جي اي بي سي. يبقى أنا في بلاد بتغنيها أو بتفهمها بالاسم ده، وفي بتفهمها بالاسم ده. ده ما بيفرقش معانا في أي حاجة، الفرق الوحيد اللي هو اسمها ايه، لكن ما تفرقش أي حاجة هعزفها فين. أنا بعزفها في نفس المكان for example، يعني لأي أنا أسفة علشان معلش في كلام بيطير مني عشان أعيش بعيد، ما بتكلمش عربي بقالي سنين كتير قوي. فتعالوا نقول فين دو. اوكي، ما احنا عندنا دو كتير في البيانو، طب ازاي اعرف الدو من اي نغمة تانية؟ انا هشوف على البيانو، وانا عندي ده كأن ده الكيبورد بتاعي، البيانو بتاعي عندي 2 صوت و3 صوت، 2 صوت و3 صوت. فهاجي على شمال 2 صوت وهعرف ان دي